اللقطات لهند البحرينية وزوجها لاعب كرة السلة كريم عز الدين سبقت اللقاء الحصري اللي جمعهم بذا إنسايدر بالعربي، ولأن هاللقاء هو الأول لهم مع بعض نحن حبينا أن يكون بمكان جدا مميز في دبي. أهلا وسهلا فيكم، اليوم حبينا هيك نعمل معكم شي سياحي لأول مرة The View دبي، وحبيت تشوفوا البالم من الأعالي، نحن على الطابق 52. انت عندك خوف من العلو؟ نو no. يا I'm good. بس ما بقدر اجرب اكيد، بحس اني راح اطي. هنا حاطينك تو ستيرز وهن كمان تشوف اذا بتقدر. يلا تراي. اي 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 از ات موف اتس موفينج ها يتحرك. اوكي سوسو. خايفة قبل ما أركب، بس لما ركبت حسيت إن فيني باور حتى إني أنط. لو في باراشوت بنط. والتجربة نفسها حاب يعيشها كريم اللي متعود على المغامرات كونه لاعب كرة سلة. It's actually pretty similar, actually, because you feel the same adrenaline, you know, you feel like you were, it's different also, it's more aggressive in the basketball, now you feel just like the sensation. وأعجاب كريم وهند بهالمكان دفعهم لالتقاط الصور بأجواء رومانسية بتشبه الموسيقى اللي كانت موجودة بالمكان. You like the music, huh? I love the music. It's movie-like, you know, you usually see these views and these type of scenarios in like New York movies or something like this. I thought it's a little bit romantic. Yeah. Yes, it is. Sure. صح. هو وايد مولع بالميوزك. كل أنواع الميوزك. يعني يعني مثل ما يقولون طحت على نفس الرأس أنا وهو. يعني أنا ما توقعتها الكثر عنده شغف بالميوزك وبالإيقاع وبالأشياء هذه، ولكن فاجأني صراحة مبدع. ويبدو أن حبهم للموسيقى كان عامل قوي في تطور علاقتهم ووصولها للزواج. When I met her, we clicked for the music and for the feeling. When I saw her first, she was in her own world with the music. You know, like we met in an event with our friends in Lebanon. And she was actually just in her own world with the music. And I saw her, I was like, oh, this girl, she's different. Like, really, like, she was really dressed simple and with her own thoughts in the music. So I was really, like, intrigued by this woman. I didn't know who she was or what she was or... Even we have age difference. I didn't know you anything. Didn't feel that she's an artist, a singer at all, all. At all. At all. Nothing. At all. أديش أنت كمان مولعة بالرياضة وأستشعري بالباسكتبول؟ بصراحة خبركم ما تضحكوا، ولا كنت بفهم فيها شيء ولا شيء أفهم. من بعد ما صرت أشارك بحضور المباريات ويقلي دمي، يعني كأنه واحدة مشجعة من سنين وأنا بس من هالسنتين يعني. فتولعت باللعبة أكثر، صرت أتابع المباريات حتى اللي هو ما يلعب فيها، وحريصة دائما على حضور الجيم. مش بس الجيم، أنا بحس كمان بتروح معه وقت يكون عنده تمرينات قبل الجيم. Sometimes يعني مرات أروح معه عشان بس أعطيه الكرة، يعني أتسلم منها، أنا أحرق كالوريز ومنها هو يتمرن. ونحن هني كملنا معهم الجولة ووصلنا لمقابل عين دبي اللي تم افتتاحها مؤخرا. واقفين قبل دبي آي اللي بتدور فينا. الحياة دارت 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 فيك ورجعتك عزة. مع انه بكل لقاءاتنا قبل كنت تقولي خلاص، وايفن كنت تقولي انه انا في حال زوجت ما رح اقول مين، كنت دائما هيدا الموضوع عندك يا سري. شو اللي خليك هالمره هالقد تنطلقي وتحكي؟ احنا في البدايه كان الموضوع سري يعني، بس قررنا ليتلي انه ثانك يو. قررنا ليتلي انه يعني خلاص عشان اقدر ارتاح لما نتحرك ونروح ونجي أريح. هو خبرنا شو اللي حب فيك أول ما شافك أول مرة، ودي أعرف أنت شو اللي لفتك بكريم أول مرة شفتيه. أول شيء إحنا بيننا طبعاً فرق عمر كبير، ما كنت عارفة إنه هو أصغر مني بهالكثر. يعني جاني سألني عن اسمي، صار شيء يعني فاني شوية. He asked me where are you from. I told him بحرين. So he thought بحرين is my name. هو فكر إنه بحرين was my name. So you don't know بحرين in Europe and these things. You don't know too much about بحرين. Yes. So I asked her where are you from. She told me بحرين. I said okay. So where are you from? يعني أقول إنه كريم ما بيعرف كثير عن البحرين لأنه ما إنه عايش بالدول العربية، هو عايش أكثر بأوروبا كان. صح بفرنسا. صح. يمكن من هيك ما كان سامع كثير عن البحرين. كان سامع. فلما قلت له البحرين فكر بحرين is my name. رجعت قلت له رجع قال لي اوكي واتس يور نيم
where are you from? So هون عرفت إنه لأن ما أعرف. Her friend told me, she just told you. وبلشت بهالطريقة وسبحان الله معنا أنا واحدة نزرة نحن نقول نزرة يعني. ما أعطي أحد ويد أكلمني بس مع يعني نخيت رب العالمين يعني قدري صار وهذا. ولكن زواج هند من كريم شغل بال كثار ودار أخذ ورد حول فارق العمر اللي بينهم، وهذا اللي بترد عليه هند في الجزء الثاني من لقائنا معاهم لاحقا في حلقتنا الليلة.